قبل ما نتكلم ازاي ممكن نسافر للمستقبل او ان احنا نرجع للماضي، خليني بس هسألك سؤال في الاول. لو انا جبت لك علبه كبريت زي دي وقلت لك يا عم الحاج قول لي كده ابعادها ايه، الابعاد دي اللي هي الاساسات اللي انت بترمي عليها الرسمه بتاعتك، طبيعي كده هتمسك العلبه هتقول لي في طول وفي عرض وفي ارتفاع. معلش بقى احنا هنا بنتكلم على علبه كبريت، تخيل بقى لما اكلمك على الكون ده كله بالكواكب بالنجوم بسلطاته وبابا غنوج وبكل حاجه فيه. الكون زي علبه الكبريت دي بالظبط، ليه 3 ابعاد، طول وعرض وارتفاع، بس في بعد كمان يمكن انت ما تبقاش عارفه، والبعد ده مش ملموس، اسمه الزمن. وعشان الصوره توضح لك اكتر، لو حابب مثلا تروح سوبر ماركت في بلوتو ده، يعني لو في حد فاتح دلوقتي، انت محتاج تعرف المسافه من هنا لهناك قد ايه. عموما هي مش حاجه يعني كتيره، هي تقريبا 2.5 مليار كيلومتر. وطبيعي وانت بتحضر شنطتك عشان تروح الرحله الطويله دي هتحتاج برضو تعرف انت هتاخد وقت قد ايه، اللي هو تقريبا 11 سنه. عايز اقول لك ان الوقت ده مش حاجه ملموسه، مش حاجه ممكن نمسكها في ايدينا، بس حاجه نقدر نقيسها بالكلام او نقدر ان احنا نحس بيها. والوقت متقسم لماضي وحاضر ومستقبل. المهم عشان ما نغريش كتير في الموضوع ده عشان هنطول فيه كتير، فكره انك ممكن تسافر بالزمن بصراحه انا شايف ان هي فكره روشه جدا، يعني انا ممكن اخربها لو ينفع. بس من وجهة نظر العلم هي مش روشة قوي يعني، بل هي معقدة وصعبة جدا جدا جدا. واشهر عالم اهتم بالموضوع ده عمنا ألبرت أينشتاين، اللي قالك لو واحد ركب صاروخ وطار بيه في الفضاء وماشى بيه بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية اللي هي سرعة الضوء، وكان سايب اخوه التوأم في البيت قبل ما يسافر وراجع لبيتهم بعد ما خلص، بغض النظر عن لا معقولية الاحداث لان اصلا مفيش حاجة تقدر تمشي بسرعة الضوء، بس خلينا نفترض ان ده حصل، فرائد الفضاء ده هيرجع بس هيلاقي نفسه أصغر بكتير من أخوه التوأم اللي على كوكب الأرض. فاهم حاجة؟ إيه ده؟ بص بصراحة الموضوع معقد شوية، بس أنا هحاول على قد ما أقدر إن أنا أبسطهولك. أي حاجة في الدنيا هتمشي بسرعة الضوء هتقدر إن هي تهرب من الجاذبية، والوقت هيمر عليها بشكل بطيء قوي. عاملة مثلا زي وأنت راكب ميكروباص وبتبص على عواميد النور وأنت راكب الميكروباص، هتحس إن هي ماشية معاك بس بشكل بطيء قوي. هي مش بطيئة بس لأن أنت بتتحرك أسرع منها فأنت شايفها بالشكل ده. وحرجع أكررها تاني، برضو الموضوع ده صعب إن هو يحصل لأن مفيش أي حاجة في الكون اسرع من الضوء او تقدر حتى ان هي تجيب سرعتها. فلو انت قدرت ان انت تمشي بسرعه الضوء فانت ممكن 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 تسافر للمستقبل. ودلوقتي بقى نيجي لسؤال حلقتنا، ازاي ان انا اقدر اسافر خلال الزمن؟ لا مش هتعمل زي ويجز وتحشي نفسك طاقه وعندك امل، لا مش كده خالص، الموضوع اصعب من كده بكتير قوي. اينشتاين زي ما احنا قلنا من شويه قسم الكون لاربع ابعاد، طول عرض ارتفاع وزمن، وربط الابعاد دي كلها ببعض وعمل كده شكل شبكه سماها شبكه الزمكان، هي اختصار لكلمه الزمن والمكان بس اتدمجوا مع بعض كده. اللي قاله اينشتاين ان شبكه الزمكان دي عامله شبه مرتبه السرير اللي احنا بننام عليها، لما انت بتفضل نايم على مرتبتك مع الوقت بتنزل وبتهبط لتحت، وده برضو نفس اللي بيحصل في شبكه الزمكان. بس خلي بالك الشبكه دي عشان تتني عايزه حاجه تقيله وجاذبيتها قويه تقدر ان هي تتنيها، انت لما بتنام جسمك مشدود لتحت بسبب الجاذبيه. برضو نفس الفكره في شبكه الزمكان، بتحتاج اجسام تقيله زي النجوم والكواكب عشان خاطر ان هي تقدر تتنيها وتنزل بيها لتحت. يعني متخيل كده الزمن نفسه بيتني ازاي؟ مش عارف بس هي ده اللي بيحصل. فانت لو عندك شبكتين، يعني ادي شبكه كده وشبكه كده مثلا، والشبكتين دول الاتنين فيهم اجسام خلت ان الشبكه دي تتني وتنزل لتحت، ممكن، وانا بقول لك برضو ممكن، هيعملوا كده ممر سري ما بين نقطتين بعاد عن بعض، والممر السري ده هيخليك تختصر المسافه والوقت والزمن. عمك اينشتاين بقى سمى كل الممر ده الثقب الدودي. وعموما كل دي افتراضات وبرضو احنا ما شفناهاش بعينينا لحد دلوقتي. شكرا. تاني حاجة ممكن تخليك ان انت تسافر عبر الزمن، حاجة كده في الفضاء احنا شفناها واثبتنا وجودها بس لسه ما وصلنا لها، الثقب الاسود. باختصار الثقب الاسود او الخرم الاسود ده عبارة عن انه نجم زي الشمس بتاعتنا كده تمام، بس وصل لمرحلته الاخيرة وما، يعني الطاقة الداخلية بتاعته انتهت، فبدأ يكش ويكش ويكش على نفسه ويكش، وبسبب الجاذبية الرهيبة بتاعت النجم ده نفسه بدأ يشفط كل حاجة حواليه. حرفيا هو عامل شبه بلاعة البانيو كده، لما بتشيل السدادة بتبدأ ان هي تشفط كل المية اللي حواليها. بس عايز اقولك ان جاذبيته رهيبة جدا، حتى الضوء اللي احنا قاعدين نمجد في سرعته من الصبح ما بيقدرش يفلت من جاذبيته. عالم الفيزياء ستيفن هو
هوكينج كتب كده مقال صغير في صحيفة ديلي ميل سنة 2010، قال لك ان انت لو دخلت جوه ثقب اسود وبسبب الجاذبية الرهيبة بتاعته الزمن هيعد عليك بمنتهى البطء، بينما على كوكب الارض هيمر اسرع. فانت لو سايب صاحبتك في العشرينات ورحت ثقب اسود وما قابلني ان ده حصل، هترجع تلاقي متجوزة ومخلفة سامح وحسن وانت لسه زي ما انت. مش عارف ليه يا اخي لما شفت ولاد اول بنت حبيتها حسيت ان انا لسه راجع من ثقب اسود طازة. والله لماذا نحن هنا؟ بس عارف قبل ما انت تفكر ان انت تسافر بآلة زمن لازم تحط قدام عينك حاجة مهمة قوي قوي قوي. بص انت لو عايز تسافر للمستقبل الموضوع سهل جدا، اطلع معلم على اي ميكروباص واركب اي واحد طالع بيتحرك بسرعة الضوء، بس خلي بالك انت لازم تمشي بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية. الحاجة لما بتجري بسرعة بتفقد كتلتها ووزنها، يمكن احنا بنحس بحاجة زي كده واحنا بنجري، بنحس ان احنا وزننا بقى خفيف شوية، ما بالك بقى وانت عايز تمشي بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية. حبيبي انت كتلتك انتهت، انت مش موجود اصلا. ويا سيدي حسهلها عليه، تعال كده نروح مشوار لاي ثقب اسود، لو عدينا من بوابة الامن ودخلناه صدقني احنا هنختفي حرفيا بسبب الضغط والجاذبية الرهيبة اللي فيه، احنا هنتفتت واصغر حتة فينا هتبقى اصغر من الذرة. بس قبل ما تتعشم والجلالة كده تاخدك وتبدأ كده تحضر هدومك وتقول يلا انا مسافر للمستقبل، خلينا اسألك كده شوية اسئلة قبل ما انت تفكر اصلا ان انت تسافر. هو لو شخص حب يسافر للماضي ازاي هيكون موجود في زمن ابوه نفسه لسه مجاش؟ طب بلاش دي، لو السفر عبر المستقبل موجود طب ليه الناس بتوع المستقبل ما يجوش؟ طب بلاش دي خالص، هو اصلا اي جسم في الدنيا ينفع بقى ليه كتلتين موجودين في زمنين مختلفين عن بعض؟ يعني مثلا ينفع الفرخة تكون كتكوت في نفس الوقت؟ اللي انا عايز اقوله لك في اخر الحلقة دي ان على قد ما الموضوع معقد جدا ويكاد يكون مستحيل، احنا ممكن نسافر فعلا للمستقبل، بس القصة كلها ان احنا عايزين حاجة تمشي بسرعة الضوء. وبقى قابلني لو ده حصل، صحيح انا ما اقدرش نسافر بالزمن لقدام ولا لورا، بس على الاقل تقدر ان انت تغير مستقبلك للاحسن. لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة واستنى الفيديوهات الجديدة، اشوفك في الحلقة الجاية. شكرا.